مرحبا، حظر حركة الأرض وملاحقة أبناء البلد، وحظر الحركة الإسلامية وملاحقة التجمع الوطني الديمقراطي اليوم مش أول ولا آخر محاولات الاحتلال لإنهاء العمل السياسي في الداخل، واستدعاء واحتجاز ومحاكمة واعتقال جميل صفوري، عزم بشارة، رائد صلاح، سعيد نفاع، واليوم رئيس التجمع عوض عبد الفتاح وأعضاء هيئة مركزي ومركزي مناطق وأعضاء. مش أول ولا آخر محاولات الاحتلال لإنهاء قياداتنا وتقييدهم، كمان ملاحقة طلاب المدارس وطلاب الجامعات والناشطين الشباب في الأحزاب وخارجها مش حيتوقف. يبدو أن الاحتلال انتبه لعجز عن عزل فلسطينية الداخل عن فلسطين والعرب، فبيقرر يستأصل العمل السياسي من خلال إنهاء الحركات والأحزاب وتشويهها في محاولة للتأثير سلباً على الحاضن الشعبية اللي قاعدة بتزداد وبتمتد، والتأثير سلباً كمان على الأطفال والشباب اللي قاعدين بنشوفهم بيكبروا فخورين بهويتهم الفلسطينية والعربية بالرغم من كل محاولات الاحتلال لتدجينهم والتأثير عليهم ليخلقوا لنا عرب إسرائيل. من خلال حظر الحركة الإسلامية قبل أقل من سنة واليوم ملاحقة التجمع وأعضاءه وكوادره، واضح لنا إنه الاحتلال قرر يوسع معركته مع أهلنا في الداخل، المعركة اللي لازم تضاف إلى معاركنا اللي بنخوضها في الضفة وغزة والشتات، معركنا اللي بنعطي فيها الاحتلال درس بعد درس إنه هذه أرضنا وهذا حقنا ونضالنا مش هيتوقف. الاحتلال اليوم بقرر يوسع معركة إحنا بنخوضها بيومياتها وإحنا كدها، فلسطينية الداخل مش لحالهم ومش معزولين وإحنا معاهم في كل مكان. ملاحقة التجمع اليوم هي ملاحقة الحركة الوطنية الفلسطينية في الداخل، واللي بنضاف لمسلسل ملاحقة الحركات الوطنية الفلسطينية في الضفة وغزة والشتات كمان، الملاحقات اللي ما مرتش ولا حتمر هالمرة كمان، قادرين نتجاوز كل خلافاتنا وكل انتقاداتنا على أدواتنا النضالية وأساليبنا مقابل مواجهة الاحتلال، وزي ما كانوا يقولوا جدادنا يا أهلا بالمعارك. فشلوا وقتلوها في بيوت، فشلوا وقتلوها في بيوت، ما بيضعف عزيمتنا، ما بيضعف عزيمتنا. وزي ما بنقول كل مرة لعله خير، هالمرة حنقول أكيد لعله خير.